ورجاله، فن وسياسه، اقتصاد ورياضه، دايما دايما في كل المجالات بنلاقي لمصر الرياده. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات مصر الرياده، وزي ما احنا معودين حضراتكم في برنامج مصر الرياده دايما اول فقره بتكون فقره الشكر واجب. فقره الشكر واجب النهارده احنا بنقدمها من حلقه استثنائيه ومميزه، ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم وكلنا نستفيد منها. فقره الشكر واجب النهارده انا بقدمها لوزاره النقل. وزاره النقل بقياده طبعا سياده الوزير كامل الوزيري عامل شغل حلو جدا، سواء في الطرق، سواء في الكباري، سواء في المواصلات، في المترو، في القطارات، في كل حاجه. لكن انا هتكلم النهارده على احدى الشركات، وهي الشركه اللي بنقول عليها كده شركه النجاح وزاره النقل، هي شركه الانجليزيه للنقل الجماعي. اللي كلنا اللي بيشتغل في مدينة مصر ومصر الجديدة، واللي بيشتغل في القليوبية، واللي الطلبة اللي بيروحوا جامعة عين شمس وبيروحوا المناطق في الجيزة وفي جامعة القاهرة، كلهم عارفين الإنجليزية للنقل الجماعي اللي بتنقلهم من بيوتهم لأماكن شغلهم أو دراستهم. الحقيقة الشركة دي بدأت في القاهرة وبدأت عملت يعني شراكة فعلا حقيقية مع وزارة النقل، وقد ايه كانت بتساعد. اولا بتقدم خدمة هايلة، بتقدم اتوبيسات نظيفة، سواقين محترمين ومحترفين جدا جدا جدا. لكن الجديد بقى، ويمكن زي ما هنشوف مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي سيادة الوزير كامل الوزيري، وهو قد ايه بيبقى موجود في كل الافتتاحات بتاعتهم. عايز اقول لكم ان هم دلوقتي موجودين في القليوبية، موجودين في الدقهلية، موجودين في الغربية، وكمان موجودين في الاسكندرية. واحنا بنتمنى ان شركة الانجليزية بقيادة الحاج سيد الانجليزي والحاجة فاطمة عبد الغني، وطبعا الشباب المهندس عمر سيد اللي هو ادخل الميكنه والتكنولوجيا، وان احنا ازاي يكون الدنيا بقت خلاص مميكنه معاهم، الجي بي اس شغال، عارفين اماكن السواقين، مين السواقين اللي شغال، موجود فين دلوقتي، كل ده بفضل التكنولوجيا والشباب والدم الجديد في الجمهوريه الجديده. احنا شفنا الحقيقه تطور كبير جدا جدا في شركه الانجليزيه للنقل الجماعي، وانا بشكر من هنا الحاج سيد والحاجه فاطمه عبد الغني، وبشكر المهندس عمر، وبشكر جدا كل القائمين عليهم، يعني حتى المدير بتاعهم المهندس او الاستاذ سلامه احمد اللي يمكن هو اداني كل الصور دي وانا بشكره على الهوا. ورينا الناس ازاي شركه الانجليزيه للنقل الجماعي عامله طفره كبيره ومساعده وشراكه نجاح مع وزاره النقل في انجاح منظومه النقل الجماعي بامان وثقه وكمان اسعار كويسه. دي كانت فقرتنا الأولى بالنسبة لشكر واجب، وأنا بقدم لهم كل الشكر والتحية والتقدير. اسمحوا لي أطلع فاصل وأرجع بعد الفاصل بأربعة من ضيوفي. أربعة من ضيوفي هيتكلموا معانا في المشكلة وحل المشكلة، عشان أنتوا عارفين أنا ما بتكلمش غير في حل المشاكل، أهم من المشاكل. موجودة في قرية إحدى القرى والمنتجعات اللي بيسكن فيها الناس، يعني هي مش حاجة للسياحة لكن هي حاجة للترفيه للأهالي بتاعتها، واخدين فيها زي معمول زي كوميونتي كده كومباوند، في شاليهات، والشاليهات دي في العين السخنة في قرية اسمها قرية إكواريوس، من أجمل الأماكن اللي موجودة في العين السخنة. هنتكلم معاها ومعاهم على كل حاجة موجودة فيها هناك، سواء كويسة أو سواء وحشة، وعلشان نقدر كمان نعرف إيه حقوقهم وإيه واجباتهم. وبعد فاصل هكون مع حضراتكم وهنقابل أربعة من ملاك قرية إكواريوس. بعد الفاصل هكون مع حضراتكم.